هي واحدة من بين المدارس العتيقة التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، إذ تعتبر سرحا دينيا بارزا وفريدا شكل تاريخه رجال كرماء يتسمون بروح الطيبة ونكران الذات. هو فضاء يقصده طلبة العلم والمعرفة وحفظة كتاب الله من المغرب وبلدان أخرى من إفريقيا جنوب الصحراء. لقد جئت لمدرسة الحكمة للتعليم العتيق لحفظ القرآن الكريم، وأنا جد فخور بانضمامي لهذه المدرسة. جينا بغينا نتعلموا القرآن، وكنشكر الطاقم الإداري والطاقم التربوي والطاقم الخدمي على المجهودات اللي كيديروا على قبلنا. هذه المنارة العلمية ذات تعليم قرآني وعلمي وتخضع لنظام داخلي أصيل ومنهج دراسي تقليدي مستمد من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها تقدم دروسا تنهل من الدين الإسلامي وأخرى معاصرة. من مميزات ديال هذا التعليم العتيق اللي ربما كثير من الناس يجهلوه أنه تيمزج بين ما هو تقليدي وما هو حداثي، بين ما هو القرآن والعلوم الشرعية ديالو ديال التفسير والنحو، وبين هاد المواد ديال الفرنسية والرياضيات وهاد المواد كلية، باش تخرج لنا في الأخير واحد طالب متكامل في الثقافة ديالو في التكوين ديالو، شاد الأصلي وشاد حتى الجديد في العلوم، وهذا هو المراد. مدرسة الحكمة للتعليم العتيق بالقصيبة هي أول مؤسسة بالإقليم تفتح جناحاً مخصصاً للفتيات، كما أنها تسعى للحفاظ على الهوية المغربية وقيمها الأخلاقية، وذلك من خلال الجمع بين ما هو تقليدي وحداثي.